السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى السلام. تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. كي دوزتوا عيدكم؟ مبروك العيد بعدا، راه ما باركتش لكم العيد حيت ما لقيت حتى شي فيديو من ورا العيد. هاد الفيديوهات البنات اللي عندي دابا راني كلهم ندير لهم الفيديو، درت لهم البنات فيلميتهم في رمضان. دابا عاد بديت ملي ساليت من رمضان عاد بديت كنلوحهم ليكم. المهم البنات، هاد الفيديو اللي غنلوح دابا هو الفصاله ديال الخياطه الخياطه ديال الفصاله ديال الفيديو اللي قبل. الناس اللي ما شافوش الفصاله غادي نخلي لكم الرابط في اول تعليق. نبداو الفيديو على بركه الله. صافي، هنا غادي نشد، غادي ندير البليات كاملين، الطوفا ديال الامام وديال الظهر. شوف البنات، يعني الكرانات ديالي راه باينين، ها نتوما عرفتش شتو باين لكم ولا لا؟ شو هاو دابا باين لكم. غنبداو بالأمامية هي الأولى، الوجه هو اللي لداخل وغنطوي عليه. القياس ديالي هنا، هنا غنحاول تا هنا البنات، هنا غادي نحاول نتراسي التراسيات ديالي، غير نسيت. المهم غنحاول نتراسيهم تا هنا بلاتي، نشد هادشي بالصباط. شوف البنات، يعني من الأحسن تراسيو تا هاد البلاصة هادي اللي لتحت باش البنات. كنسحب راسي كنفيلمي ومفيلميش والو. المهم هنايا البنات المقاسات راني تراسيت هنا، دعاود درت نفس بحال العبار اللي درت الفوق، درت اللي درت هنا الفوق جهة الكتيف، درتهم هنا في البلاصه اللي غنوصل لها. واخا ما شفتوا، تراسيت 2 سنتيم الاولى من هنايا، 2 سنتيم وتراسيت هنا، من بعد درت الفرق ديال 6 سنتيم بحال ما هكا وتراسيتها هنا، عاوتاني درت 4 سنتيم، يعني بحال كيف ما الفوق كيف ما لتحت، 4 سنتيم وتراسيتها، خليت لي سباس بيناتهم ب 6 سنتيم. شتي هاهي فينايا، عاوتاني درت 4 سنتيم تراسيتها هكا، غيجيني ساهله. دابا هنا غادي نشد من هنايا بحال هكا ونخدم الكوتوره ديالي. اللي كيمشي نيشان راه غادي يمشي، يعني اللي كيمشي على الخط مزيان راه بلا ما يحتاج يدير واحد القيد هنايا. اللي ما كيعرفش حاولوا ديروا البواطه ديال البراوات البنات، حطوها بحال ما هكا وديروا ليها السكوتش، لصقوها بالسكوتش، راه هكا كتخليكم تمشيو غادي، يعني العبار ديالكم مقاد. انا صافي غادي نمشي. ديما نتوما خدامين قادو هاد البلاصه هادي ديال الصدر، يعني الجناب ديالنا يكونوا مقادين. صافي هنا كنوصل هنا، ندير لاريتمون مزيان باش ما تحلش ونحبس. غنمشي دابا غادي نخدم، دابا غادي نحلها، يعني خدمت الوسطانيه غادي نحلها ونمشي نخدم بالوحده بالوحده، يعني الكرانه كنلاقيها مع الكرانه بحال ما هكا شفتو، وكنخدم. صافي كندير لاريتمو تما، كنمشي لهاد الجهات التحتانيه حتى هي، كنقاد التراسي ديالي، يعني هاد التراسي اللي هنا مع التراسي التحتانيه باش كيجيني صافي العبار ديالنا غادي مقاد. حتى التراسي نمشي للجهه الثانيه حتى هي نفس الطريقه. هانتوما كنشد الكرانه هنا وكنمشي للطاسيه اللي متراسيه هنا حتى هي، كنقادهم مع بعضياتهم. صافي ندير لاريتم ديال باش ما يتحلش، نقاد التراسيات هنا، يعني التراسيه كتجي على التراسي بحال ما هكا. شوف دابا هنا درت جهه، هانتوما الجهه راه كملات، غنمشي للجهه الجهه اللي من لهيتها هي، غنخدمها بنفس الطريقه، كنلاقي الكرانه مع الكرانه. ونمشي ما تراسيتش الجهه الثانيه البنات، شوف هاد الجهه هادي ما تراسيتهاش، ما خاصنيش هي تراسيها باش تسهل عليا. هنا قلنا لي سباس ما بين هنا، درت هنا راه كاينه الخياطه الاولى، ها هي الخياطه، غنجي من حدا الخياطه وندير لي سباس ديال 6 سنتيم.
من بعد غنجي ندير 4 سنتيم وندير لي سباس اخر ديال 6 سنتيم الفرق يعني بين البليه والبليه، وهنا غندير 4 سنتيم اخرى. صافي هكذا تراسيت كلشي. شي غنجي دابا هنا هاد التراسي هادي كنشدها من الوسط باش كتلاقى ليا هاد التراسي اللي من هنا كتلاقى ليا مع التراسي اللي من اللي لتحت. شو البنات يعني هاد الطريقه هادي انتما كيفاش خرج لينا عرفتش علاش مكي مره انتما شفت كيفاش جا بحال هكا يعني بنفس الطريقه البنات غادي نخدم الجهه ديال الظهر. الكمام حتى هما بنفس الطريقه. شتو غادي ناخذ الثوب صافي كما شفتوا هنا غادي نشد غادي نتراسي من الفوق لتحت غندير 25 سنتيم هنا الجهه اللي غنسالي فيها الخياط ديالي. فهمتوا البنات 25 سنتيم 25 ذي يسرى ذي هاد 25 هي اللي غنجيب ليها الخياطه وغادي نوصل حداها وغادي نحبس هنا غادي نطوي عاوتاني على جوج نقاد هادوك الكرانات قاده بحال ما هكا مزيان وغادي نتراسي بحال هذيك التراسي اللي تراسيت الفوق نفس الطريقه اللي خدمت في الامام غنخدم بها حتى هنا البنات يعني سنتيم ونص غير على حساب العبار اللي خليته هنا سنتيم ونص فهاد العبارات لهنا وغنخلي السباس ديال 5 سنتيم وغندير 3 سنتيم هنا صافي بنفس الطريقه يعني غنخدم الجهه اللي اللور وبنفس الطريقه غنخدم لكم الاخر بحال هكا سنتيم ونصف خلي لي سباس ديال 5 سنتيم وندير هنا 3 سنتيم صافي غادي ناخذهم وغادي ندير الخياطه ديالي بحال ما هكا نتوما صافي البنات يعني بنفس الطريقه اللي خدمت بها دابا هاد الطوفه وهاد الكم غنخدم بها الظهر والكم الاخر صافي البنات يعني دابا مني ساليت درت البليات للجهات كاملين غادي دابا غادي ندير التقويره ديال الظهر والتقويره ديال الامام صافي البنات يعني من بعد ما سالينا هذوك البليات كاملين جينا هنايا طويت على جوج بحال ما هكا وغادي ندير التقويره ديال الظهر يعني غنقادهم بحال ما هكا البليات ديالي وحده على وحده راه كيجيو مقادين البنات حيت التراسيات راه حنا تراسيناهم مقادين وغنجيب العبار ديالي من هاد الخياطه هادي ديال هنايا يعني غنخليو هاد 2 سنتيم حيت مشات في البليه وغنجيو من هاد الخياطه اللور غنديرو 8 سنتيم ندير بحال ما هكا البنات ندير 8 سنتيم من الخياطه يعني من هاد الخياطه 8 سنتيم حتى لهنايا وغادي نهبط ب 2 سنتيم يعني 2 سنتيم راه هو العرض ديال السنتيم راه هي 2 سنتيم غادي نتراسي هنا صافي غادي ندير التقويره ديالي هكا شفت صافي هنا التقويره ديال الظهر راه حنا درناها ونفس الطريقه غنديرها للامام الامام حتى هو غادي نطوي على جوج وغادي نهبط ب 9 سنتيم شو من الفوق لهنا 9 سنتيم وديما القياس ديالنا كناخذوه من هاد الخياطه ديال نخليو 2 سنتيم اللي داتنا اللي مشات لينا في البليه غنبداو من الخياطه اللور ندير فاتيه 8 سنتيم هو القياس 8 سنتيم هو هنا ونحاول هادوك كيف ما شفتوه نحاول كنحاول نسرحهم بحال ما هكايا بحال كنقسمهم على جوج
باش ملي نقطع ما يخسروش ليا. صافي هنا غادي ندير الشكل دائري، عنق دائري. هاد البليات غادي يعني غادي نحاول هاد البليات كلهم غادي نضغط عليهم بحال ما هكا، نقسمهم وندير لهم لاريتمو باش يتشدوا ليا. بحال ما هكا غادي نحاول ندير لها على ريتمو هكا. غادي نمشي للبليه الثانيه حتى هي. شفتوا هكذا ملي درت لهم هذه الطريقه صافي. ملي غنبغي ندير لهم البي يعني باش غنفيني الضوفه ديالي اولا الدوبلور ديال الظهر غادي يجيني ساهل في الخدمه. لي مونش حتى هما بنفس الطريقه. دابا عاد غادي نطويهم وندير التركيز ديالي. صافي البنات يعني هاد الطريقه راه خدمت بها الكميم وداكشي. صافي البنات يعني ملي كتخدموا الدوفات ديالكم بحال ما هكايا هاد 3 سنتيم البنات ديروا هذيك الطيحه ديال 3 سنتيم راه حنا ما درناهاش. حاولوا ديروها ما تنساوهاش حتى نتوما ديروا طيحه ديال الكتف وندخلوا في الدوفه في الظهر البنات يعني حتى الظهر حتى هو ديروا طيحه ديال الكتف. وهنايا غادي ندخل واحد سنتيم ونصف بهذه الطريقه هذه التقويره ديال الظهر ديال الامام وديال الظهر. غادي نديروا الطيحه ديال الكتف وغنخدم معكم بالدوبلور ديال الظهر البنات حيت فيه هذيك الفتحه. كيفاش نوريكم كيفاش غادي كنخدمها. صافي هذا الظهر حتى هو غادي ندير فيه نفس الطريقه. نحاول نصوب لي البليات ديالو. صافي البنات ملي خدمت بهذه الطريقه هذه هنا شوف الضوء اما باين لكم هنا مزيان. هذه البلاصه هذه الوسطانيه هذه غنحاول نفيكسيها واحد شويه يعني على حساب غير على حساب هذيك الفتيحه البنات اللي غندير في الظهر. صافي البنات يعني من بعد ما فيكسيت هاد البلاصه هادي اللي الوسط شتو اللي الوسط غنجيب الدوبلور ديالي وغنحطو بحال هكا يعني ديك الفتحه اللي درت غتجي في الوسط. غنجيب نخدم الدوبلور ديالي عادي من هنا من الفوق يعني في الوسط الفتحه مع الخياطه اللي درت شديت فيكسيت بها البليه التحتانيه. غنجي هنا ما نوصلش واحد نصف سنتيم نخليها باقا ما نوصلش ليها. غادي نهز الصباطو ندور باش نخدم الفتحه. غنجيب لاستيك انا عندي لاستيك رقيق هو البنات شتو واحد 3 سنتيم ولا 2 سنتيم نطويها بحال ما هكا يعني نطويها على هذا الشكل هذا. وغادي نخشيها تحت يعني تحت من ما بين الدوبلور والظهر. نحاول نخدمها مزيان. صافي هنا غندير ملي غنتحكم فيها مزيان غندير لها لاريتما. صافي وغادي نكمل الدوبلور ديالي يعني غنجيب الخياطه مع هاد الفتحه في نفس الوقت تكون يعني تكون لهاد الخياطه هادي الوسط. كنتما غادا نخيط حتى كنوصل زيرو يعني كنخرج هنا في القنت بحال هكا. صافي كنهبط الصباط ندور
كنخدم الجهه الثانيه هاد البلاصه هادي الثانيه بنفس الطريقه. كانت تما غادي نخرج ا زيرو حتى كنخرج سنتيم عرض الصبر على حساب عرض الصبار. هنا ملي كنوصل هنا كنشوف الرد البال، يعني الخياطه اللي كاين عندي اللي درت في القنت الاخر تكون مقاده مع هذا القنت اللي غندور فيه دابا. صافي وغنكمل الدبلور ديالي بحال هكا. هنا دابا غادي نكراني، يعني غندخل غادي نقطع هذه الفتحه هذه حتى للخياطه. غادي نكراني الكرانات هنا في القنت. شوف البنات، يعني هاد الكرانات هما اللي كندير من بعد. راه انا البنات حيت انا باقا ما مسورجياش هنايا، شوف باقا ما مسورجيتهاش. غادي نمشي دابا غادي نسورجي البياسه ديالي كامله، غادي نسورجيها عاد غادي نوريكم كيفاش غادي نلاقي عير من الكتفين، وش الاخر راكم غتكملوه لراسكم. ها هما الظهر البنات، هذا الدوبلور هو هذا. غنقلبوا لهاد الجهه، غنجيب الطوبه ديالي لاقي الوجه مع الوجه، يعني الكتف بحال هكا نخشيها في القنت وندور عليها الدوبلور بحال هكا. صافي نكمل الخياطه ديالي. صافي بنفس الطريقه غادي نمشي للجهه الاخرى، حتى هي غادي نخشي القنت بحال هكا. ومرا كاين صداع حيت اضطريت انني غنكمل في الصداع. صافي غنلاقي الكتف الثاني، من بعد غادي نقلب الدوبلور داخل، نخرج هذوك القنات وهذا القنت البلاستيك والقنت الاخر. صافي هنا غادي ندير الخياطه ديالي من هنايا، يعني من دوره العنق. القنت حتى لحدا لاستيك كنحبس ندور، يعني كندور بهذيك الفتحه اللي درت في الظهر كندور بها كامله ونرجع نكمل الخياطه ديالي. دور صافي. مني كنخدم الفتحه ديالي هذه الفتحه كنجي نكمل الخياطه ديما على عرض الصباط. على هذا الشكل هذا دابا بقى لي غير هاد الدوبلور غادي نفيكسي. من بعد البنات غادي نركب الكميم ديالي عادي ونلاقيها من الجناب وندير لها تكفيف. هنا منين بغي نخدمو هاد الدوره هادي حتى كنحلوهم بحال ما هكا، يعني نحلو هاد البياسات نفرقو الاتجاه العبار ديالنا هكا وهكا. وهذا هو الشكل النهائي البنات، يعني كيف مش الموديل راه جات زوينه البنات. شوفوا الظهر كيفاش جا مزال مولاتي عند الكتاف عليا انايا، غيهزوا ليها الكم ديالكم البنات. بالنسبه لي بلي العرض ديالها غير انا في المصبانه البنات، مول المصبانه بريصه ليا الكم بزاف. انا قلت ليه ما تصلحش الا خدمتوه البنات، مثلا عجبكم هذا الموديل خدمتوه ملي تديوها تصلح قولوا ليه بريسي لكم غير هنا، يعني غير جهه هنا هاد الخياطه وهاد لي بلي هادو ما يديرش ما يبريسيهمش باش ما يتبريسيهمش باش يبقاو منفوخين بحال هكا كيف ما شفتوا في الموديل. البنات الموديل اللي انا وريتكم اللي خدمت عليه راه ما مخدومش بهاد التوب ديال مخدوم بالتوب ديال البرد، غريت شويه. المهم انا خدمته بالتوب ديال كريب روزا. كما شفتوا البنات يعني العنق راه مجموع ما كيجيش العنق عريان، الافتتاح البنات كاين اللور ما كاينش كيفاش نوريها لكم. المهم ديك الفتيحه والعقيقه راه كنت غير عقيقه باش تسد من اللور. صافي هذا هو العبايه ديالنا، كنتمنى من الله تكون عجباتكم واستفدتوا من الفيديو. ولا الا استفدتوا ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش، والتعليق البنات اللي يكون محفز ليا للقناه. هنا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.